للحديث أكثر عن هذا الموضوع وتداعياته ينضم معنا النائب أحمد الجبوري. مرحبا بك معنا. وزير التربية وكالة ألغى قرار تعيين أسيل العبادي كمدير عام تربية نينوى. نسأل بداية، ما الأسباب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حياك الله. للأسف الشديد يعني محافظ نينوى ومجلس المحافظة لم يلتزموا بالقوانين والتعليمات الخاصة بترشيح الموظفين فيما يخص انطباق شروط الخدمة على المرشحين. فيعني عندما أقدم محافظ نينوى على ترشيح 3 شخصيات للتربية والصحة والاستثمار، فجميع هؤلاء المرشحين هم تقف خلفهم جهات سياسية، وتم يعني تقاسم والاتفاق بين مجلس المحافظة والمحافظ على تقاسم هذه المناصب. وبالتالي يعني السيد وزير الصحة علاء العلوان قام ب يعني رفض ترشيح الطبيب أحمد ناظم دوبرداني، وكذلك هيئة الاستثمار رفضت ترشيح المرشح لرئاسة الاستثمار. واليوم يعني بعد أن قام وكيل وزير التربية بإصدار أمر تعيين خلافا للضوابط، يعني عندما أرسل مجلس المحافظة كتاب تعيين وترشيح السيدة أسيل العبادي، وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل بموجب القانون كتب على الكتاب يعني موافق أصوليا، وهذا الأمر يستلزم أن الموافقة تتسق مع قانون وزارة التربية المرقم 22 لسنة 2011 المادة 6 ثانيا، والتي تنص على ما يلي: كل من يشغل مدير عام في مديريات تربية المحافظات يجب أن تكون لديه شهادة جامعية أولية، وكذلك يجب أن تكون لديه خدمة تربوية حسنة لا تقل عن 15 سنة. السيدة لم يكن لديها خدمة، ويعني خدمتها لا تتعدى 9 سنوات. طيب، منذ تعيينها عام 2007. إذا كانت غير مطابقة للشروط، يعني هل كان مجلس محافظة والمحافظ أيضا الذين رشحوا أسيل العبادي لهذا المنصب لا يدركون ذلك، لا يدركون أنه هي غير مطابقة للشروط، خصوصا أنها كانت أيضا مرشحة لوزارة التربية ورفضت في البرلمان؟ لا، هي لم ترفض في البرلمان، ولم يوافق السيد رئيس الوزراء على ترشيحها. يعني هذا الأمر يعني لم يصل إلى البرلمان، ربما رفضت في مكتب رئيس الوزراء عند يعني اذا ما تم ترشيحها لوزاره التربيه. ولكن يعني كان الاجدر وكان الواجب على محافظ نينوى عندما يقوم بترشيح شخصيات يجب ان تنسجم مع المعايير القانونيه التي تنص عليها القوانين النافذة، ومنها قانون وزارة التربية. وبالتالي يعني هذا الأمر يعني لا نتعجب منه، لأن حكومة نينوى جاءت بمحافظة ويعني قضيتها معروفة، بأن أعضاء مجلس المحافظة تم الاتفاق على اختيار محافظ جديد، وكذلك أن يقوم المحافظ بالمقابل بإعطائهم مناصب يعني جميع الدوائر تم يعني تقسيمها بين الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة، ومن ضمنها مدير التربية. طيب، لكن للأسف الشديد يعني هذا الأمر هو يعني الخاسر الأكبر والأول هو المواطن في محافظة نينوى. اليوم يعني التعليم هو متراجع، فكيف عندما نقوم بترشيح شخصية لا تمتلك يعني لكن هناك من يقول عكس ذلك، هناك من يقول انه الخلافات السياسية هي اثرت و يعني صنعت هذا القرار،
طيب أسألك أنه هل هناك ردود فعل قد تنتج عن قرار الإقالة في المرحلة المقبلة؟ أيضا أسألك أنه من يكون أو قد يكون مرشح بديل في حال تم تنفيذ القرار؟ يعني لا أخفيك سرا بأن الدكتور قصي السهيل يعني يتعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل الجهات السياسية التي تقف خلف ترشيح السيدة أسيلة العبادي، وهناك محاولة للالتفاف على القانون بإبقائها لحين يعني ترشيح شخصية أخرى، وهذا طبعا هذا الأمر لا يمكن، لأن الأصل بأن يعني هذه المرشحة لا تنطبق عليها الشروط، وبالتالي يجب أن تدار المحافظة من لحظة إصدار هذا الأمر وإلقاء الأمر الخاطئ الذي أصدره وكيل التربية علي الإبراهيمي، مع تنبيهنا له بأن هذه هي مخالفة واضحة وصريحة وأن قانون وزارة التربية، لكن هو قام بالالتفاف على القانون، وهنا أقصد الدكتور علي الإبراهيمي. لذلك نحن نراقب وزارة التربية ونراقب ما يجري، وبالتالي يعني لدينا ثقة كبيرة بأن الدكتور قصي السهيل لن يلتفت ولن يخضع لأي ضغوطات، وبالتالي سوف يقوم بإنهاء تكليف السيدة أسيلة العبادي، ويعني يختار من يشاء لإدارة تربية محافظة نينوى، وكل نواب محافظة نينوى وحتى مجلس النواب العراقي سيكون مساندا وداعما له في معالجة هذا الخلل الذي أوجده مجلس المحافظة والحكومة المحلية في محافظة نينوى. النائب أحمد الجبوري، شكرا انضمامك معنا في نشرة أخبار المنتصف.